أعزائي متابعينا متابعي موقع جريدة النوار المصرية، احنا الآن بنقدم مشروحة مستشفى المنصورة الدولي في انتظار خروج عثمان الشاب اللي توفى اليوم متأثر بإصابته بعد طعنة نافذة من صديقه أثر خلاف نشب بينهم نتيجة خلافات مالية. التقينا مع محامي المجني عليه، كلمنا عن القضية، ايه اللي حصل؟ والله القضية امبارح يعني تم احداث اصابته، واحنا اتعرض على المستشفى في مائي الامديد المركزي على يعني هو ان في اصابة من احد الاشخاص، اصابة عادية، وتم تحرير المحضر والمستشفى قال ان الاصابة اصابة يعني سطحية، وتعمل المحضر وقيد برقم جناح تبع مركز في مائي الامديد، وتحركنا على خارج المستشفى لعمل اشعة مقطعية، تبين ان في نزيف داخلي، حاولنا ان احنا نسيفه في الطريق وتواصلنا به لمستشفى الدولي. امر الله لا يخص، غرفه الانعاش وغرفه البقاء لله. احنا دلوقتي امام المستشفى، احنا منتظرين اجراءات خروج العثمان، استخراج المتهم يعني استخراج المتوفي لدفنه يعني، والحمد لله تم التصريح من النيابه العامه والإجراء تمام كله الحمد لله، هو دلوقتي في الغسل وعلى استخراجه، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب ويجيب شغل يجيب حق. مركز نشكر مركز شرطة مائي الأمديد والسيد الرائد احمد ثروت على مجهوده، والسيد المامور مركز الشرطة بصراحة قاموا بمجهود كبير جدا يعني بحولنا ومساعدتنا، وهم في ملاحقة الجاني حتى الان. لو جينا نتكلم عن ضبط الجاني صديقه، هل تم ضبطه؟ والله دي معلومات لسه على معلومات تبع المركز شرطة مائي الأمديد، وهي إجراءات سرية لحتى الآن وما نقدرش إن احنا لسه فيه. يعني لم يتم إبلاغكم بضبط المتهم؟ لسه دي إجراءات سرية وجاري التحقيق فيها يعني. إن شاء الله ربنا يجيب حقه. احنا أولا المتوفي ابن الوحدة المحلية بقرية صدقة مسجد ثروة صدقة، يضم خمس بلاد اللي هي قرية صدقة اللي هي من المتوفي، وقرية الخمسة وقفة الجاف، هو كلها بلاد واحدة وأسرة واحدة، ويعني احنا كلنا في هذا المكان فرد واحد، لكن احنا كلنا بنعز بعض وكلنا يعني مصابين بعض، بنعز بعض كلنا، فاحنا من شخص واحد وفرد واحد، ولكن القانون ياخد مجراه على كان في خلافات سابقة في يعني في الفترات اللي فاتت بينهم؟ الخلافات دي لسه المباحث النهاردة وإجراءات تحقيق في البحث الجنائي. إجراءات تحقيق يعني لسه انتوا فوجئتوا بالواقعة، ما كانش في خلافات ممتدة سابقة ولا سمعتوا عن خلافات بينهم؟ فاجئنا بيها وحاليا قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ودي جاري البحث فيها وإجراءات تحقيق. ربنا يصبركم إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يجيب حقكم بإذن الله. أعزائي متابعينا متابعي موقع جريدة النهار المصرية، كنا من أمام مستشفى المنصورة الدولي اللي بتشهد الآن إجراءات تكفين الشاب الذي لقمه مصرعه اليوم متأثرا بإصابته من طعنة نافذة من صديقه. الواقعة بتعود لوصول نبأ لمديرية أمن البلدية بتلقي إخطار من مدير المباحث الجنائية، أريد إشارة لمأمور مركز شرطة مائي الأمديد من مستشفى المنصورة الدولي بوصول شاب، وهذا الشاب يدعى أحمد حاتم فتحي، ويبلغ من العمر 20 عام، مقيم بقرية صدقة بتمائي الأمديد جثة هامدة وفيه طعنة سكين ادعاء تعدي من آخرين. تحركت على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن في خلاف أو مشادة نشبت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهم، سدد له الجاني طعنة نافذة من سلاح أبيض أودت بحياته وفر هاربا. جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة بعد ما أمرت النيابة باستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. والآن إحنا من أمام مستشفى المنصورة الدولي، وكان لينا لقاء مع محامي المجني عليه الشاب حاتم اللي لقى مصرعه اليوم بسبب يعني الطعنة النافذة اللي أودت بحياته على يد صديقه. جهات الأمن بتكثف جهودها في الوقت الحالي من ضبط المتهم اللي قتل صديقه بطعنة نافذة لخلافات بينهم نشبت بسبب تفاصيل مالية وإجراءات مالية.
احنا الان من امام مستشفى المنصورة الدولي، من امام المشرحة، بننتظر اجراء يعني خروج الجثمان بعد انهاء اجراءات التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لاسرته. الاسرة نفسها ما قالتش ان كان في خلافات ما بينهم قبل كده، والى الان ما تم السؤال مثلا حد من اصدقائهم كان ايه سبب الخلاف او محمد حتى بعدين جاري البحث؟ هل فعلا كان في خلافات ماديه بينهم زي ما ذكر ولا لسه جاري البحث عن هذه المعلومه؟ احمد كان بيشتغل في حاجه يعني يجيب منها ربح مثلا، كان بيشتغل في محل بجاله بيسال قال لنا ان احمد سافر الامارات قبل كده وكان بيشتغل يعني كان النهارده طبعا هو سايب الدوله في الدوله النهارده كان مسافر بره مصر. هو الوحيد فعلا على اختين بنات هو الوحيد على والده على بنات. الاسره جالها النبا ازاي او عرفت بخبر وفاته المقتل ازاي؟ احد الاهالي اتصلوا بيه انه ادوكم مراقبه وتم نقله الى مستشفى كمان زياده المركز. هو نفذ انفاسه خلال محاوله اسعافه وهو في الطريق. هي بعد ما تم اسعافه من مستشفى تمام الامديد المركزي واستخراجه من المستشفى تحرير المحضر في شرطه تمام الامديد وبعمل الاشعه المقطعيه خارجيا. كان رايح اصلا المستشفى ميت ولا كان لسه في لا لفظ انفاسه النهائيه في المستشفى الدولي. ما اتكلمش ما قالش اي حاجه خلال محاوله اسعافه او خلال نفسه. كان كده عشان جاري البحث حاليا. جاري البحث حاليا يطلب العدل وتوقيع اخر عقوبه على الجهه. ارجع محمد. حسب المباحث على الجهه. سمعنا من المجلس ان جاري تكثيف الاجراءات الامنيه القاء القبض عليه. المتهم حاليا والمجني عليه وقلنا هو من مجلس قروي الوحده المحليه بكاري الصدقه تضم خمس بلاد وهما قريه واحده. فاحنا النهارده كلنا نفر واحد واهلي. فاحنا بندور النهارده رجال الشرطه بيقومون النهارده بتكثيف الجهود الامنيه على معرفه مين الجاني. المتهم نفسه عمره قد ايه؟ على يعني اصغر من تقريبا احمد ولا اكبر من احمد؟ تقريبا 19 عام. يعني في نفس العمر بنفس من قريه ايه يا احمد؟ اصلا احمد خريج ايه؟ دبلوم تجاري. دبلوم وده كان زميله مثلا ولا ايه سبب تعارفهم على بعض؟ معرفش والله اكيد من المنطقه يعني احمد بالفعل كان بيعمل ورقه بيخلص ورقه علشان يسافر السعوديه. احنا الان من امام مشرحه مستشفى المنصوره الدولي بننتظر خروج الجثمان من المشرحه بعد انهاء اجراءات تسليم الشاب لذويه بعد التصريح بدفنه في قريته تماي الامديد بعد انتداب الطب الشرعي اللي صرح به دفن الجثمان فيما تكثف ضباط قوات مباحث الدالية من جهتها في الخروج بالشاب وضبطه ضبط الشاب يعني القاتل الذي فر هاربا بعدما طعن صديقه طعن نافذة من داخل أمام منزله أثناء خلاف نشب بينهم على بعض الأموال ومشادة فطعنوا على اثارها طعنه نافذه اودت بحياته. وصل الجثمان لمستشفى المنصوره الدولي بعد ان يعني فقد حياته نتيجه الطعنه النافذه. احنا الان امام المشرحه وبنتابع خروج الجثمان. الان التقينا مع محامي المجني عليه اللي اكد ان العلاقه بينهم لم يعلن عنها من السابق قبل كده ان كان في خلافات ان هم منتظرين جهود رجال الامن في ضبط المتهم للتصريح بالجدل. يا بنت مي دي استنى استنى مش راضي يخرج كده دي بتعمل ايه؟ بعد كده يا استاذ العربيات بتاعتهم اللي عايزه تصور الان بتصل يعني سياره اسعاف تماي الامديد لنقل جثمان الشاب اللي لقى مطرعه متاثر بطعنه نافذه من صديقه اليوم. واحنا بنتابع معاكم من امام مشرحه مستشفى المنصوره الدولي خروج الجثمان لتشييعه بمقابر اسرته في قريته داخل تماي الامديد. الحادث حدث مؤلم جدا خصوصا ان هم شباب او لسه في
عمر الشباب وخلاف نشب أودى بحياة هذا الشاب الخلافات اللي حصلت بينهم. الآن وصلت سيارة الإسعاف لنقل جثمان الشاب بعد التصريح بدفنه من جهات التحقيق لدفنه مقابر أسرته. عدد من أسرة الشاب الآن بتنتظر خروج الجثمان من داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية. ارجع 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 فكر على اخر ورد هذا الورد. دعاء لله وربنا يرحمه ربنا يرحمه ويصبركم يا رب. ربنا يرحمه ويصبركم ربنا يرحمه ويصبركم يا رب. أسرة المتوفي المجني علي الآن بعد ما انهاء إجراءات تسليم الجثمان داخل مستشفى المنصورة الدولي والآن هيخرج الجثمان من مشرحة المستشفى لتشييع جثمانه بمقابر الأسرة في قرية تبع لتميل أمديد من في قرية صدفة. شاب أحمد حاتم شاب عشريني لقى مصرعه اليوم متأثر بإصابته بعد طعنة نافذة من صديقه بعد ما نشب خلاف بينهم على يعني بخصوص أموال بينهم. ربنا يرحمه ويصبر أهله. طبعا صوت صرخات الأسرة بدأت تتعالى لحظة خروج الجثمان من مشرحة المستشفى لتشييع جثمانه بقرية صدقة تابعة لمركز تميل أمديد ومحافظة الدقهلية. الآن تم خروج عدد من أسرته. إحنا الآن من أمام مشروحة مستشفى المنصورة الدولي مدينة المنصورة محافظة الدقهلية اللي إن شاء الله هيخرج بعد لحظات جثمان الشاب أحمد حاتم الشاب العشريني اللي لقى مصرعه متأثر بطعنة نافذة من صديقه لخلافات مالية نشبت بينهم اليوم. تم إنهاء إجراءات تصريح الدفن بعد ما صرحت النيابة بدفن الجثمان في مقابر الأسرة بقرية صدقة التابعة لمركز تميل أمديد بمحافظة الدقهلية. الآن بنشهد خروج الجثمان من المشرحة. جثمان الشاب أحمد حاتم اللي لقى مصرعه متأثر بإصابته بعد أن طعنوا صديقه طعنة نافذة لخلافات نشبت بينهم على الأموال. بعد ما أنهت الأسرة إجراءات تسليم جثمان وأمر الطب الشرعي بتشييع الجثمان وبيان سبب الوفاة.
لحظات مؤلمة. الآن بنشهد خروج عثمان الشاب أحمد حاتم اللي لقى مصرعه اليوم بتاعنا نافذة من صديقه بقرية صدقة التابعة لمركز تمال أمجد محافظة الدقهلية، وبعد إنهاء إجراءات التسريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه فيما تكثف جهات الأمن من جهودها لضبط صديقه الشاب المتهم لفعله طعنات نافذة. خرج الآن الجثمان من المشرحة وسيشيع إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته في قرية صدقة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية. ربنا يسترهم يا رب ويلهمهم بالصبر والسلام. خالص تعزينا لأهالي قرية صدقة وكل العذب المجاورة ليها لبشاعة هذا الجرم اللي راح ضحيته هذا الشاب العشرين الشاب أحمد. الآن بتخرج سيارة الإسعاف متوجهة لقرية صدقة التابعة لمركز دمي الأمديد بمحافظة الدقهلية لتشيع جثمان الشاب المثواه الأخير وسط حزن الجميع، حزن أهليته وحزن الجميع على هذا الشاب اللي راح ضحية الغدر بسبب خلاف نشأ بينه وبين صديقه وطعنه على أثره طعنة نافذة. سيارة الإسعاف بتخرج الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي متابعينا متابعي موقع جريدة النهار المصرية، كنا معاكم من أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي اللي شهدت حادث بشع جدا ومروع، وهو مصرع شاب عشريني أحمد حاتم من قرية صدقة التابعة لمركز تمي الأمديد اللي راح ضحية الغدر نتيجة طعنة نافذة من صديقه أثر خلافات مالية نشبت بينهم اليوم، فيما تكثف جهات الأمن جهودها لضبط المتهم اللي هو الشاب اللي طعن الشاب أحمد حاتم. كانت معكم أم هالة العوضي من محافظة الدقهلية، نشوفكم في بث جديد إن شاء الله.